السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. حلقتنا اليوم سيدي غادي نبداوها من مدينة وزانو في العام 2013، ملي كانت واحد السيدة الاسم ديالها هدى في عمرها 30 عام، جات عند واحد السيد كاري تما في وسط المدينة. جات عندو هي موالفة مرة كتجي عندو، كدق كتعيط واسي بوشعيب واسي بوشعيب، والو واش كيجاوبها. هي كانت جات عندو مع جويل 10 بحال ما هكاك تاع الليل. ملي ما جاوبهاش اضطرات انها تفتح بالساروت ديالها، الساروت اصلا هو اللي عاطيه ليها. فتحات دخلات للدار، كتفاجأ بهداك الشي اللي شافتو. اشنو شافت؟ شافت هاد السي بوشعيب مدرج في الدماء ديالو، السيد المقتول. هنايا تخلعات، مشات كتجري علمت البوليس، عاودات لهم بانها كتمشي عند واحد السيد الاسم ديالو بوشعيب. مشات عندو هاد الليله هادي، دخلات لقاتو مقتول. جاو معاه البوليس على المكان او مسرح الجريمه بالاحرى، يدخلوا كيعاينوا جوج تاع بنفوسهم. علموا هنايا يعني النيابه العامه، اللي كنقولوا النيابه العامه كنقولوا الوكيل العام للملك، هو اللي مختص في الجنايات. اما الجنح التاديبيه والضبطيه مخالفات، راه النيابه العامه غير وكيل الملك في المحكمه الابتدائيه. مزيان، ملي تعلمات النيابه العامه استدعاو فرقه الشرطه القضائيه، وجات فرقه مسرح الجريمه والتشخيص القضائي ديالهم، وبداو كيعاينوا وكيبحثوا وكيشوفوا اشنو كاين بالضبط. هاد السي بوشعيب كان في الستينات من العمر ديالو، كان غير كاره هذيك الدار، وما فيها لا ولادو لا مراتو حتى شي حاجه، كان كارهها غير الافعال السبيانيه اللي كان كيدير مره. ما ليناش هنا اشنو كنلقاو في مسرح الجريمه. كنلقاو السيد مقتول وسط الصالون كما قلنا، وحداه واحد الميده او طابله، وفيها واحد جوج قنينات تاع المشروبات الكحوليه، واحد الكاس، غير كاس واحد ماشي جوج، غير كاس واحد. وهاديك واحد القرعة من هذوك القراري يلاه محلولة، يلاه مشروب منها شي كاس بحال ما هكاك، يعني باقا ما يلاه بداها واقيلا، يلاه هو اللي شاربها يكون يلاه بداها، ماشي ضرب فيها بزاف. مزيان، هنايا البوليس بداو كيعاينو مصالح الجريمة كاملة اللي هي الدار كاملة، كيقلبو كيشوفو أي أثر أي دليل أي بصمة اي شي حاجه خلاها المجرم او القتله او للناس اللي كانوا معاه وقتلوه. ربما الله اعلم ما كيلقاو لا اثر سارقه لا اثر ديال حتى شي حاجه، باستثناء انهم اللي قلبوا لي حوايجو ما كيلقاو فيهم لا فلوس لا دراهم لا حتى شي حاجه، والو. عنده لاكارت ناسيونال ديالو وعنده اوراقه الشخصيه فقط، بين بان هذا اللي قتلو ادى ليه فلوس. وصيغتو ان السيده اللي ديك العراس بالجريمه اللي قتل قالت لي ما ودي السي بوشعيب راه ما كتقطعش فلوس، راه ديما جيبو عامر، راه ضروري واحد الاموال اللي كبيره كتكون معاه. مزيان، هادشي علاش عرفوه بانه خونو ليش حاجه من جيابو. ولكن شكون اللي قتل السي بوشعيب هذا؟ على حساب ما قالت هاد البنت اللي هي هدى وفي عمرها 30 عام، اشنو قالت لهم؟ قالت لهم ودي هاد السي بوشعيب هذا انا اصلا تلاقيت معاه في واحد ديسكوتيك، لان هاد هدى هادي كانت كتمتحن، المهم الله يهدي الجميع، تلاقيت معاه تمايا وعجبني وعجبتو وكذا، ولا كيصرف ليا وعطيني فلوس وكذا، جابني لهاد الدار هادي. هاد الدار هادي كراها، ملي كراها تقريبا هادي راه واحد العامين وانا كنجي عندو هنا، هو ماشي ولد هنا، ماشي ولد المدينة، وانما ولد واحد الفيلاج كما قلنا، هو راجل كبير في العمر، عنده ولادو ومرتو في هداك الفيلاج، احنا جايين ليهم. كتعاود هدى هادي قالت لي مودي انا ملي تعرف ليا قال لي شوفي انا ملي نجينا للمدينة ننزل غادي نتصل بك، وملي نتصل بك دي هذيك 9 و10 بحال ما هكاك جي عند الدار غنكون موجد الجلسه. ملي كتجي عندو المهم كيبقاو مع بعضياتهم، وكيدور معاه بسخاء السيد مهلي فيها ديال بصح. قالت لي هذا النهار هذا مع الصباح ما جو هذيك 10 ديال الصباح بحال ما هكاك 11 الصباح عيط ليا قال لي ودي غادي نكون في العشيه في المدينه، وجدي راسك وجي عندي مع العشيه. قلت لي صافي اوكي، انا بقيت ملي هي ماشي شغالات ضربات هذيك العشرة لارو بالعشرة بحال ما هكاك، العشرة قد قد بحال ما هكاك، كنت قدام الباب كندق كنعيط والو، مال فهو غير كندق كيفتح ليا بالخف. اضطريت انني نفتح بالساروت ديالي. الساروت شكون عطاه لك؟ قالت لي هو اللي عطاه ليا. قال لي شوفي الا جيتي شي مرة وما لقيتينيش، كنت قلت لك جي عندي وما لقيتينيش، يعني كنت مسخر ولا شي حاجة، غير دخلي وتسنيني انا غادي نجي. هادشي علاش عطاني الساروت. دابا السي بوشعيب هزوه داو المستودع البلدي للاموات باش يقول للطبيب الشرعي الكلمه ديالو فيه، من بعد ما غيدير ليه التشريح اللازم. دابا خاصنا نشوفو هاد السي بوشعيب هذا مين جا وفين ساكن، شكون مراتو شكون ولادو شكون اللي قتلو،
اصدقاء ديالو اي حاجه كتخصو. دابا قبل ما نمشيو للفيلاج لان البوليس عرفو كما قلنا هاد السي شعيب كان حاضر موحد الفيلاج لانه لقاو لاكار ناسيونال ديالو، هنا خاصنا نعرفو كما قلنا هاد السي شعيب هذا شكون اللي كان سهران معاه تمايا. الحسن المعاين الاول اللي دار البوليس كانوا جوج قنينات تاع مشروبات كحولية ولكن غير كاس واحد، وربما هاد اللي جا دخل صفاها لي غير جا صدفة او جا بغرض انتقام او جا بغرض مثلا كشطو وكريسيه، عارفو ساكن بوحدو مشرب معاه مول مثلا، الله اعلم. البصمات هما اللي غادي يحدوا لنا اشنو كاين بالضبط. هنا يدار هذيك الهدى قال ربما البوليس هاد البنت هادي تكون صفات عليه ودات ليك الفيس هاد ديولو، شوف علاش صفات عليه ودات التمثيل الخاوي جات عندنا قالت لنا ودي راه دخلت الدار ولقيتو مقتول، كل شيء وارد حتاهضو بها حتى هيايا. فين غادي يمشيو دابا؟ دابا هما البوليس راه كيتسناو الطبيب الشرعي يقول التقرير ديالو وكيتسناو البصمات يخرجوا اللي رفعوهم من مسرح الجريمه. غادي يمشيو للفيلاج، الفيلاج ديال هاد السي شعيب هذا القاوه واحد الفيلاج اللي هو جنب المدينه ومزوج وعنده جوج بنات وولد، مراته انسانه بسيطه الله عمر دار، جوج بناته كانوا مازالين عايشين معاه تمايا، كانوا بلا زواج بلا ولد باقيين ما تزوجوش، وولده كان كيقرا على برا. هادشي اللي كاين، مراته ملي سولوها اولا ملي قالوا ليها ودي راه السي شعيب لقيناه مقتول في واحد الدار في المدينه، تفاجات هاد المراه هادي وقالت لهم هادشي هذا كامل انا ما عارف عليه حتى شي حاجه، ما عارفه هذيك الدار اللي كاريها، ما عارفه هاد البنت اللي قلتوا ليا بانها راه كانت موالفه مره كتجي عندو، ما عارفاش المغامرات ديالو ابدا. بناته كذلك ومثال، ولده اتصلوا به جات هوايا قال لهم ودي الوالد انا ما عارف عليه حتى شي حاجه، كان عارفو انسان متعقي ومزيان وملتزم واي حاجه بغيناها كيجيبها لينا يوفر علينا. هذا السي شعيب كان موفر لولادو يعني جميع سبل الراحه لانه هو في حياته مع بواه كانت كرفس، على حساب الروايات اللي استقاوها من الفيلاج كانت كرفس مع بواه الله يرحمه وكذا. هذاك الشيء خرجوه ولادو وبناته وولدو اللي كيقرا على برا مهلي فيهم ديال بصح، بناته كيلبسو ما بغاو يسافروا الوقت اللي بغاو، مشيو هنا مشيو هنا، ولدو كيقري على برا فلوس صحيحه، مرتو كيتهلا فيها، يعني السيد ما خاصو حتى شي حاجه. السيد كان اصلا لاباس اللي هو يسمى في ديك الفيلاج. قالت لي مودي هو هاد مرات السي بوشعيب كتهضر، قالت لي مودي هذاك بوشعيب راجلي انا موفر ليا كلشي، السيد لاباس لي ما خاصو حتى شي خير، ولكن راه مره يعني كل سيمانه جوج سيمانات كيهبط للمدينه كيغيب واحد اليومين ثلاث ايام عاد كيجي، وملي كنسولو كنقول ليه فين كنتي فين بتي كذا كيقول لي شوفي انا ماشي دري صغير انت ما سوقكش، كاينين ولادي كاينين بناتي كاين تي، انا كنصرح عليكم بما يرضي الله العيب والعار الا ما جبت لكم والو، المهم هذاك الشيء فين مشيت فين جيت ماشي سوقك. كان كيدور فيا كندخل في راسي هادشي علاش هو كيغيب يومين ثلاث ايام ما كنسوقش، المهم هو راه مقابل راسو مقابل ولادو مقابلني انا ما كاينلاش نبحث في هاد المواضيع هادي. قالوا البوليس ربما يكون هذاك ولد المرأة يعني ولد شعيب يقدر يكون مثلا عاق بأنه كيضيع الفلوس لهاد السيدة مثلا وحاول يدخل ينتقم منه بطريقة صفالي، ولكن هادشي هذا مستبعد. علاش؟ لأن الولد كان على برا وتاب لغو البوليس أولا بلغات الأم ديالو بالمقتل تاع بواه عاد دخل، يعني هو خارج إطار الشبهات. بناته مع المرأة ديال الضحية كانوا غير في الدار، يعني ما عارفين والو ما عارفين حتى شي حاجة على بو شعيب. دابا المتهم الوحيد عندنا هو هذيك البنت هدى اللي بلغات على الجريمة. في هاد الأثناء هادي كان خرج الطبيب الشرعي بالتقرير ديالو، التقرير ديالو أشنو كيقول؟ كيقول أودي هاد السيد هدى طلق ثلاثة ديال الطعنات على مستوى العنق ديالو، والطعنات كانوا كاملين قاتلين ضربوا في مقتل. هذه وحده. حاجه ثانيه، هاد السي شعيب هذا الضحيه كان شارب ولكن ما شاربش بزاف، يلاه تقريبا بدا في الشراب، وهاد الفرضيه كياكدوها البوليس ملي عاينوا مسرح الجريمه. وكما قلنا كانوا جوج قنينات تاع الشراب وكانت وحده يلاه مبديه يلاه مشروبنا واحد الكاس او جوج، يعني ما مشروش بزاف. هادشي علاش الطبيب الشرعي ما لقاش في الجسم ديالو واحد الكميه اللي كبيره بزاف. توقيت تقريبا مع شماتة السي الطبيب قال لي مودي راه مات تقريبا مع جوي هذيك 9 ونص 10 لا روب، ما بين 9 ل 10، هذا هو الزمن التقريبي تاع الوفاه ديالو.
اما بخصوص البصمات، راه ما كاينينش البصمات. البصمات الوحيدين اللي كاينين هما ديال الضحيه. كاين واحد البصمات ولكن ما تقراوش، يعني ما طلعوش ديال المان. هذا كي يعني حاجه وحده، وهي ان هاد البصمات مولاهم ما دايرش لاكارت ناسيونال، يعني ما دايرش الاوراق بتاتا وما عمرو دارهم. هنايا هاد القضيه هادي صاصات على البوليس صراحه، لان المشكوك فيها رقم واحد هي ديك هدى، ولكن البصمات ديالها ما كاينينش في مسرح الجريمه، وهي الوحيده اللي كتقول انني كنجي عندو. ولادو ومع بناتو، اولا ولدو مع بناتو مع مرتو، كيقولوا بانهم ما عارفين حتى شي حاجه على المغامرات تاع باهم، يعني سي بوشعيب الله يرحمه. ايوا شكون اللي غادي يكون قتل هاد السي بوشعيب؟ مشاو بحثو مع هذيك هدى، نيت دابا في يدهم غير الهدى هذه، ما كاين حتى شي واحد اخر، الى ان يثبت العكس. مشاو بحثو وراها، قالوا لي راه جيتي بعدا، في كنتي ما جويهد سعود العشرة، قلتي بانك العشرة كنتي قدام الباب ديال السي بوشعيب كتعيطي وفتحتي ودخلتي. اه سيدي هادشي اللي كاين. الطبيب الشرعي كيقول تقتل ما بين تسعود العشرة، يعني تسعود ونص تسعود وربع بحال ما هكا. في كنتي فهاد الوقيتي هادي؟ في كنتي؟ قالت لي فين نكون؟ كنت مع البنات. شكون البنات؟ هاد هود هادي كارية مع واحد البنات، كيما قلنا هي كانت من هادوك البنات. المهم كارية مع واحد الطبقة ديال البنات في واحد الدار، كانوا المجموع بينهم شي ستة بحال ما هكاك. قالت لي مهاد الوقيتي هادي انا خرجت من الدار مع جويه هذيك سعود اونس، سعود اونس خرجتي. اه سعود اونس خرجتي، لان الزمن ديال الوصول من دارها اللي حتى الدار ديال السي وشعيب تقريبا هي هذيك 25 دقيقه نص ساعه بحال هكا توصل. مشاو تاكدوا من هذه المعلومه من عند البنات صحاباتها في الدار، اكدوا لهم الهضره او لا صدق الكلام ديال هذيك هدى. البنت يعني خرجات جوي ديك 9:30 10 على 25 عاد خرجات من الدار، وكلشي عارفه بانها كتجي على داك السي بوشعيب الراجل الكبير في العمر مزيان. هدى ما عليها حتى شي حاجه، ولكن بقات في التحقيقات طالعه هابطه. شكون كتعرفي انا وكيجي على بوشعيب من غيرك؟ كذا صحابو عديانو، ما كتعرف حتى شي حاجه ليه. كذلك هو مثال مراتو مع بناتو مع ولدو، حتى هما قالوا بان السي بوشعيب كان راجل لاباس ليه وخاطي الصداع والمشاكل. ما عمر خاص مع شي واحد، ما عمر زعاد مع شي واحد. هنا يبقى عند البوليس حل واحد، وانهم يشوفوا العائله ديالو. ربما قالوا هاد السي وشعيب يكون عنده شي اعداء، ولاد عمو خوتو وكذا، ولاد خالو، ما لقاو حتى شي واحد من الشهاده باستثناء خوتو. عنده واحد ثلاثه ديال خوتو، كان خوه الكبير كبر منه هو الكبير خوتو كاملين، وكان واحد جوج اخرين، عاد واحد الاخ هو اللي صغر من هاد السي وشعيب. سولوهم هاد الاخوه هادو كاملين ما كانوش في الغنى ديال هاد السي وشعيب. هاد السي بوشعيب كان راجل غني بزاف. الاخوه كانوا ساكنين في المدينه، ما كانوا ساكنين في الفيلاج. قالوا ربما البوليس هاد خوهم مادام لاباس ليه وكذا، ربما كان داليهم شي حاجه او لا هرف عليهم شي بلاد ولا شي حاجه، بغاو ينتقموا منه. سيرتو انهم عرفوه كيجي مره هنايا للدار، او لا تبعوه او لا، مهم عرفوا المغامرات ديالو، بغاو يصفيو عليه انتقاما. مشاو سولوهم واحد كاملين، اكدوا البوليس بانهم ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الجريمه ديال خوهم، وانهم على العكس من ذلك ما عارفينش المغامرات ديالو، بحالهم بحال العائله ديالو الصغيره، ما عارفينوش اشنو كيدير وما عارفينوش مع من كيمشي. كيتلاقاو بيه مره ملي كيطلعوا الفيلاج، هذا ما كان. ولكن واحد المعلومه غادي يقولها الاخ الكبير ديال بوشعيب، هو الكبير كاع فيهم. هاد الكبير اشنو قال؟ والاسم ديالو سيمبارك. هاد سيمبارك اشنو قال للبوليس؟ قال لي ما ودي هاد بوشعيب خويا راه ما عندوش غير هذوك جوج بنات، وعندو هذاك الولد اللي كيقرا على برا. كيفاش؟ وضح لينا. قال لي مودي راه عندو واحد ولدو، راه كاين واحد ولدو، راه كاين، راه والدو مع واحد المراه قبل ما يتزوج بهاد المراه الام ديال ولادو وبناتو، اولا ولدو مع بناتو قبل ما يتزوج بها. كيفاش القضيه؟ عاود لينا. هنا غادي يعطيهم التفاصيل. قال لي مودي هاد السي وشعيب راه فيا مات شبابو، المراهقه ديالو اصلا هو كان العبان، كيما لقيتو دابا مقتول، كتدخل عندو هادي وهادي وهادي. كان في حياة الوالد الله يرحمه كان كيهبط للمدينة، حنا كنا كاملين عايشين ديك الساعة في الفيلاج، كان كيهبط للمدينة وبقى حتى تلاقى مع واحد السيدة في واحد ديسكوتيك نيت، تلاقى معاها. المهم ولدات واحد الولد، ملي ولداتو قالت لي ما ودي هذا ولد بوشعيب، وجات وحيحات لي وكذا كذا، ولكن ما صورات لي والو. قال ليها هذا ماشي ولدي، شوفي ولد من هذا، شوفي بوه شكون هو. وطردها. وهاد المراه كتعرفها؟ يا سيدي راه كنعرفها، راه كتسكن في البلاصه الفلانيه، ولكن هاد المراه هادي انا اصلا كنعرفها مزيان
وكنشوفها بعد كنشوفها دابا في كتسكن. هاد المرأة سيدي قال لهم هاد الدسمبر قال لهم ودي واحد زوجات راه زوجات وراه ساكن دابا مع راجلها، وهاد الولد اللي كنهضروا عليه راه كبر من ولد ابو شعيب اللي كيقع على برا، يعني في عمره هذيك 32 عام بحال ما هكاك. مزيان عارف اشنو سميتو؟ والله ما عارف شنو سميتو، ولكن كنشوفو مرة مرة هنا، لأن هاد السمبار كما قلنا راه كيسكن غير تما في المدينة، وكيعرف الكبيرة والصغيرة على هاد الموضوع هذا. قال لي مورا هذاك الول راه كبر مع داك الراجل، يعني راجل مو راه كبر معاه. شي حاجة أخرى الله أعلم، هذه هي المعلومة الوحيدة اللي نقدر نفيد لكم بها. البوليس صافي على ضوء المعلومات خداو لادريسة من عند هاد السمبار ديال هاد المرأة مع ولدها، يعني السكنة ديال هاد المرأة مع راجلها. كيمشيو الدار ديال هاد المرأة أو لهاد المرأة اللي والدة الولد غير شرعي مع أبو شعيب قبل ما يتزوج. مشاو عند هاد الدار فعلا الناس كيخرج راجلها، سلام سلام كاينة فلانة على ماما هداك الدري الغير شرعي. أي يا سيدي شكون نتوما؟ حنا البوليس. وانت شكونك؟ قال لي وانا راجلها مزيان. قولي لي شحال انت مزوج بهاد المرأة؟ واش نقول لكم انا راه مزوج بها تقريبا دابا راه واحد 26 عام بحال هكاك. مالها ياك ما كاين باس. قالوا لي البوليس واش انت تزوجت بها عندها شي ولد او لا ما عندهاش شي حاجه؟ قال لي لا، انا ملي تزوجت بها سرتها درت فيها غير حسنه، وقالت لي ودير عندي واحد الولد يلا باقي صغير، يعني في عمره هذيك 4 سنين بحال ما كاين 5 سنين. قلت لها ما كاين باس نربيه بحال ولدي. هذاك الشيء اللي كان فعلا نيت تزوجت بها وجبتها وسترتها وربيت ذاك الدري على احسن ما يرام، وراني ولدت معاه ولاد وبنات اخرين، وذاك الولد راه شاهد الله راه كان عامله بحالو بحال ولادي. مالو ما كاين باس. قالوا لي هاد الولد هذا كتعرف بوه؟ اي يا سيدي معلوم كنعرف بوه، لأنني يعني انا ملي الله بغيت نتزوج بها وقالت لي ودير عندي ولدي وما عنديش فين نديرو، قلت لها عندي شرط واحد باش نقبل عليه، اما هو وهو انك غتوريني بابات الولد. قالت لي شكون؟ قالت لي ابو شعيب راه ساكن في فيلاج فلان فلاني وراه كساب وفلاح معروف وكذا، ومعروفة الدعوة يعني معروفة القضية. وحتى هو هاد السيد هذا المصادفة الغريبة غادي يلقاوه البوليس، عارف هاد السي ابو شعيب المغامرات ديالو لأن المدينة صغيرة، وتسمعات الخبار ديال المقتل ديالو في الدرب فلان فلاني. المهم عرفوا بانه تقتل، هو كيعرفو قال لي مودي انا كنعرفو وكنشوفو شحال مره كنتلاقى معاه صدفه، هو راه ما كندوي معاه ما كيدوي معاه ما هو. المهم كنشوفه من بعيد وعارفو هو بابا ولدي مهدي، هذاك الولد غير شرعي الاسم ديالو مهدي. مزيان هاد المعلومات مزيان. هنا استدعاو المراه يعني ماما هذاك مهدي، استدعاوها جات سلام سلام قلنا لا لا انت كتعرفي واحد السيد كنتي كتعرفيه قبل يعني واحد السيد الاسم ديالو شعيب. قالت لهم ابو شعيب كتهضر قدام راجلها وراجلها كما قلنا راه عارف كل شيء. قالت لهم كنت كنعرفو شحال هادي قبل ما نتزوج براجلي هذا، كنت كنعرفو وكتاب لي كتاب وولدت واحد الولد الاسم ديالو مهدي، ومشيت عندو تنكر لي جرى عليا السيد لاباس عليا ومتعني بالجاه والسلطه ديالو يعني الفلوس يعني معروف تمايا، ما صورت لي حتى شي حاجه. دعيت الله هذا مكان ومن وراها شنو درت وشنو ندير سيدي؟ بقيت كنتكرفص مع ولدي تقريبا واحد 4 سنين 3 سنين ونص بحال هكا، حتى تلاقيت مع السيد هذا عاودت لي الظروف ديالي وقبل عليا وعلى ولدي. اما بخصوص بو الدري راني قايلها ليه وعارف كل شيء، انا ممكن نخبي عليه حتى شي حاجه. قالوا لي ها والدري يعني هذاك مهدي ولدك واش عارف بان بوه هو داك ابو شعيب اللي كيسكن في فيلاج كذا كذا وعارفو كساب وفلاح وعندو ولادو يعني عندو خواتاتو وعندو خوه؟ قالت لهم اه انا ولدي قلت ليه هو باقي صغير يعني باقي صغير يلا عنده هذيك 10 سنين 12 عام، قلت ليه قلت له ودي هذا اللي عايش معنا راه ماشي بابا كذا راجلي وقبل عليا انا وياك وكذا، يعني ملي هو صغير وانا عاود ليه الحقيقه. هذا مكان يعني الدري مهدي عارف كل شيء. دابا خاصنا نلقاو هذا مهدي، فين مشى هذا مهدي هذا؟ بقاو كيقلبوا عليه البوليس كيقلبوا اللي حتى لقاو السي مهدي. اجا السي مهدي جابوه الكوميسارية كيحقو معاه، قالوا لي كتعرف هذا السي بوشعيب اللي تلقى مقتول في الدرفة الفلاني؟ قال لي ما سمعت على هاد القضية دياه، المهم ما عرفتش شكون اللي قتلو انايا الدنيا ولات تخلع. قالوا لي اش كيجيك هويا؟ تصدم هويا
صدمة الشاب ملي طرحوا عليه البوليس السؤال هذا، ما توقعش بأنهم غادي يكونوا عارفين العلاقة ما بين هاد السي شعيب وهاد مهدي هذا. قال لهم اشنو كيجيني؟ كيجيني والو، ما كنعرفوش. مأكد؟ اه مأكد. قالوا لي شوف السي مهدي، دابا غادي نجيوك من الاخر، حنا امك مع راجل والدي ديالك راه قالوا لنا كلشي، وقالوا لنا بانك انت ولد هذاك شعيب غير شرعي وما معترفش بك، غير اعترف وهنينا. واش كتعرفو او لا؟ ولا كنتي كتعرفو؟ واش حاولت انك تنتقم منه؟ واش مشيت تعدو شي مره؟ عاود لنا اي حاجه، اي حاجه تقدر تفيدك او لا تقدر تغرقك في الحبس، غير اعترف حسن لك. بقى كيدور في عيني وقال لي مودي حقيقه انا كنعرفو بانه هو الاب ديالي الشرعي، ولكن هو ما تعرفش بيا. الوالده ديالي كانت قالت لي وانا عندي 10 سنين، والصراحه مشيت عندو شحال من مره وطردني، ولكن ملي طردني صافي قلت منه الله لا ياخذ في الحق، وعشت الحياه ديالي انا عادي يعني، نسيتو نسيتيه صافي. ولا بقيت مره كنمشي عندو؟ لا مبقاش كنمشي عندو. مأكد؟ اه سيدي اه مأكد مزيان. المهم البوليس عرفوا تحت من راسو شي حاجه ومخبي عليهم شي حاجه، سيرتو انهم ملي طالبوه بالبطاقه الوطنيه ما دلاش بها. قال لهم ما عديش، انا والد غير شرعي وما عمرني درت لاكارت وما عمرني درت الاوراق ومسجلش في الحاله المدنيه، وراجل الوالده ما دارنيش في الحاله المدنيه والوالدي ما دارنيش، لهذا انا ما قريت ما درت حتى شي حاجه. هنايا صافي، هنايا دائره الشك يعني حامت حول هاد الولد هذا، خاصهم الدليل المادي بانه هو مولف عليها. كيفاش غيديروا ليها؟ هنايا قالوا لي شوف، قول لنا نهار وقوع الجريمه. دابا داز تقريبا واحد 6 ايام على الجريمه باش تمات. قالوا لي هذيك الساعه اولا هذاك النهار من جوية 8 9 10 في كنتي؟ في كنتي بالضبط؟ عاود لينا في كنتي. وقال لهم فين نكون؟ كنت مع صحابي في القهوه. فين بلاصه؟ قهوه فلان فلانيه. مشاو ليها، ولكن ما قدرش يثبت شكون هما صحابو اللي كان مريح معاهم او القهوه او السربايه تفكروا ولا شي حاجه. لا والو، ما كايناش هاد الهضره هذه، وبالتالي الولد كذاب. ولكن هنا اشنو غادي يوقع؟ هنا الولد ما اعترف حتى بشي حاجه، ولكن باقي محتفظين به البوليس وكيحقوا معاه. اشنو غادي يوقع هنايا؟ غادي يجي للكوميساريه هذاك راجل ماما، داك الزوج اللي كان تبناه هو صغير، جا للكوميساريه وغادي يقول للضابط واحد القضيه. قال لي السي الضابط راني بغيت نقول لك واحد القضيه بخصوص هذا المقتل تاع داك السي بوشعيب الله يرحمه. قال لي مرحبا تفضل. قال لي هذاك النهار، نهار المقتل ديال هذاك السي بوشعيب، مع هو كيعرفو كما قلنا راه ولد واحد الحي تمايا مع كاري تمايا في ديك البلايصه، وكيشوفو مره مره لان هذيك مراتو وراتو ليه واحد النهار. قال ليهم هاد ولد مراتي هاد مهدي هذا مع جوي هذاك 11 بحال هكاك، اللي حتى كنشوفو دخل هو مخلوع ووجهو في الالوان وماشي هو هذاك. دخل جيت الحمام ديريكت، ولكن ملي تبعتو كنشوف اشنو كيدير، كيبان يجبد من الشكاره ديال واحد الموس، واحد الموس، وكيغسل فيه الدم. الدم كيسيل من لافابو ولا كشي يعني، الدم كيغسلو ورجعو المحفظه ديالو. هنايا انا تفاجات وقلت ليه اشنو كدير؟ علاش كتغسل في هذاك الموس؟ مالك؟ شنو واقع لك؟ مالك؟ ماشي طبيعي. قال لي لا لا لا، غير دابس مع واحد اخونا وصافي، عطيتو حسابو وفاتني وخلاني. ولكن انا حسيت كاين شي حاجه، اللي حتى غنسمع بان هذاك بابا يعني الاصلي تقتل، عرفت بان هاد السي مهدي عنده دور في هاد القضيه. هادشي علاش؟ صافي من ورا هاد المعطيات هادي، وبما ان راجل ماما هدل بهاد الشهاده هادي، كتفوا مع البحث وعمقوا مع البحث ديال بصح وزيروه مزيان، لانه اصلا هو يا مشكوك فيه بلا هاد الشهاده ديال هاد الراجل هذا، يعني انا مشكوك في الامر ديالو. السيد باباك وما متعرفش بك، اكيد تولد عندك واحد النوع ديال الحقد والانتقام، بغيتي تصفي عليه. شفت السيد لاباس عليه ومهلي في ولادو وكذا، وانت كتعاني الفقر والحرمان وعشتي مع موك ومع راجل موك، شوف سبحان الله المعامله اللي كان عاملك بها، الله اعلم، الله اللي كيعلم كيفاش هي. يعني ضروري غادي تولد عندك واحد النوع ديال الحقد، سيغتو انك ما قدرتيش تثبت لينا هذيك لحظه وقوع الجريمه في كنتي. قلت لينا بانك كنتي في القهوه، مشينا سولنا بالكذوب ديالك، اضافه الى الشهاده ديال راجل ماماك، لهذا غتعرف بتفاصيل الجريمه. دابا الجريمه راه اللي درتيها، غير اعترف احسن لك. هنا يبقى يدور في عيني هذا مهدي هذا، هو ينهار وبدا يبكي واعترف بالجريمه ديالو. قال لي سيدي انا عشت محقور حياتي كامله، في عمري 32 عام ما عشت فاش نهار زوين من صغري،
انا كنحس ماشي بحالي بحال الدراري. الدراري كاع كانوا كيقراو بلي قدي وصغر مني وكذا، الا انا ضعف زناقي ومتشرد. الوالد يعني هذاك بابا ما اعترفش بيا، سمح فيا انا الوالده. الوالده ديالي من صغري وانا كنشوفها كتخرج وتدخل وما نقدر نقول حتى شي حاجه. راجل امي كيتعامل معايا واحد المعامله خايبه وجد قاسيه، ماشي بحالي بحال ولادو الاصليين. لهذا ملي كبرت وعرفت بابا شكون هو، يعني عندي هذيك 14 عام، مشيت عندو وقلت لي انا ولدك اسيو شعيب، اعترف بيا، دير معايا شي حل. انا مكرفص ما عنديش الوراق، ما غنكونش عندي لاكارت، ما غنقراش، ما غندير حتى شي حاجه. قال لي سير في حالاتك اجري عليا. قال لي شكون اللي قال لك انا بابا شكون؟ قلت لي قالت لي ماما. وقال لي شوف سير عندها وهي تقول لك شكون هو باباك. انا راه ولادي راهم معروفين، عندي غير ثلاثه، جوج بنات وولد، انت ماشي ولدي. بقى في حال رجعت عند الوالده قلت لها واش انت متاكده بان هذاك السيد راه هو بابا؟ قالت لي اه هذاك هو باباك، راه غير ولد حرام ذكر الخير. المهم رجعت عندو قلت لي والو غدير معايا شي حل. الساعه طردني. من ثم تولد عندي واحد الحقد واحد الكراهيه تجاه هذا الاب هذا اللي كان قاسي. نتيجه ديال الغلطه ديالو خلصت انا حياتي كامله. علاش هو عنده ولادو، واحد كيقري على برا، جوج بنات مهلي فيهم، عايشين في العز، هو كيعيش الحياه ديالو كيما بغى، وانا مكرفص يعني مرمد، يعني كنضرب تماره بالليل وبالنهار وبدون فائده وما عنديش مستقبل في الدنيا بتاتا. انا اللي قتلته، هذاك السيد يستاهل الموت، هذاك ماشي بنادم. هذاك ياوي البوليس لا حول ولا قوه الا بالله. وقول لينا علاش ما حاولتيش انك تصلح الامور، بعد منه كاع ملي شتي انه مبغيش يعترف بك، صافي عيش حياتك وبني مستقبلك راسك ونساه. قال لي وانا حاولت معه مرارا وتكرارا، انا باغي غير شي ورقه ثبوتيه كتثبت بانني كاين باش نبدا الحياه هذه. باش خاصني شي ورقه ثبوتيه بانني انسان موجود، يعني لاكارت ورقه ثبوتيه باش نبدا المستقبل ديالي. والو السيد واش باغي يدير معايا شي حل؟ لهذا فكرت تعييت وقررت اني نصفي عليه كيما هو دمر حياتي حتى انا ندمر عليه. قال لهم انا مشيت كنترصد ليه، هو عارفو هاد مهدي هذا، عارفو كاري هذيك الدار تمايا، وعارفو كيجي مره مره، وعارف هذيك البنت اللي كتجي عندو، عارف عليه جميع المعلومات. اشنو دار مع جوي هذيك؟ المهم هذيك الخمسه الربعه بحال ما هكاك مشى للدرب وقام ترصد، عارف هو داك بوشعيب كيجي مع جوي هذيك السته السبعه يكون مقضي القينات الكحوليه ديالو وجاي للدار. بقى سامر تما الى حتى بان لي جاهز واحد الصاك يعني فيه اللوازم ديال الساره، وجاي يفتح في الساروت يلا بغى يدخل، وقف عليه هاد مهدي هذا. اشافو هذاك بوشعيب قال لي اشنو بغيتي عاوتاني؟ ياك انا جريت لك، ياك انا متبرف فيك، بعد مني يا سيدي بعد مني ولا غادي نعيط لك على البوليس. انايا داك مهدي اشنو قال لي؟ قال لي شوف خلينا الوالي نهضروا بعقلنا، حنا ناس كبار وكذا، غير دخل ونهضر معاك. قال لي يا سيدي ما عندي فاش نهضر معاك، انت ماشي ولدي، قلت لك ما هي مره ما هي جوج، انا ولادي راهم ليه، واحد في اسبانيا بعد مني يا سيدي. هنا قال لي شوف انا كنت باغي الصداع والمشاكل هضراني ولدك وانت عارف الحقيقه وناكرني، ولكن شي ماشي مشكل، انا كنت باغي الصداع والمشاكل غادي نمشي عند ولادك ونمشي عند مراتك ونفضحك، ونفضحك مع خوتك ونفضحك مع الجيران والناس، ونقول لهم شنو كيدير، ونجيب لك حتى البوليس هنايا وشدوك متلبس وصيفطوك الحبس. ولكن انا كنراعي هادشي هذا كامل. هنايا هذاك بوشعيب بحال شويه تهدن وقال لي يلا دخل دخل مابقاش برا دخل. دخلو تم الوقيته اللي دخل فيها مهدي مع بوه للدار كان جوي 8:30 9 دخل 25 مزيان. هنايا داك الاب يعني داك الاب اللي ناكر ولدو جبد من الصاك اللي كان جايب معاه واحد القنينات كحوليه وواحد الكيسان وشويه القطعه وكيوجد فوق الطابله، والاخر كيدوي معاه. المهم شي موضوع راه باين، الاخر ما مسوقش ليه كيتسنى فيه غير امتى يمشي في حالاته. هنايا ملي قال لي تشرب قال لي لا ما نشربش، انا ما كنشربش. هذاك بوشعيب جبد القرعه حلها وبدا كيشرب، شرب الكاس الاول هو مجمع معاه وخلاص. هذيك السعود بحال ما هكاك هذاك بوشعيب اشنو قال لولدو مهدي؟ قال لي شوف موضوعنا غنكملو من بعد، دابا انا كنتسنى في واحد السيده غتجي عندي، دابا هي يهودا غتجي مع جوي العشره بحال ما هكاك. هنايا مهدي شاف راسو انه ولا محاصر، خاصو ضروري ينفذ الجريمه ديالو لانه كان ناوي اصلا ينفذ الجريمه ديالو وصفي عليه. شاف الوقت ما بقاش عنده، كما قلنا يلا شرب الكاس الثاني، الاخر شرب الكاس يعني الثاني او الثالث بحال ما هكاك. اشنو دار مهدي؟ استغل الوقت
وجبد من الشكارة ديال واحد الجنوية كان جايبها معاه ويطير عليه، شدو من راسو ويدير فيه هذيك الجنوية، ضربها ليه في العنق ديالو طف، ويعاود عاوتاني طف طف حتى صفاها ليه. سرقو حيد لي شي بركة كانت عندو في جيابو، واحد المبلغ مالي معين، ولاد بالفرار، وحتى واحد ما شافو هاد الجريمة تمات مع جوي هذيك 9.4 9 ثلث بحال ما هكاك. خرج من الدار، البصمات علاش ما تلقاش ديالو؟ لانه كما قلنا ما عنده حتى شي ورقه، وما عندوش لاكارت، وما عندوش اصلا شي ورقه ثبوتية، هادشي علاش ما تلقاوش البصمات ديالو. ايوا هنايا كنشوفوا النتيجه ديال التهور ديال الاب هذاك بشعيب، يعني تهور في واحد الوقت من الاوقات، كان كيمشي مع هادي ومع هادي ومع هادي، لحتى ولد واحد الولد غير شرعي، وتنكر ليه وسمح فيه، ولكن النتيجه ديال هادشي هذا هو ان هذاك الولد كبر حاقد عليه، وحقد عليه كثر وكثر، ملي مبغاش يعترف فيه، سيغتو انه كيشوف ولادو الاخرين معيشهم في النعيم، وهو كيتكرفص مع مو ومع راجل مو، وانه ما عنده حتى شي ورقه كتبت الوجود ديالو الكيان ديالو، لهذا ما قدرش انه يدير المستقبل ديالو، يبني الكيان ديالو. هادشي هذا نتيجه ديال واحد الغلطه ديال واحد فتره زمنيه قصيره بزاف، كيخلص لها انسان الله يستر حياته بعض المرات، كما وقع لهاد بشعيب هذا. هادشي هذا ما كانش لي يديرو في الصراحة هاد مهدي هذا، ولكن راه بنادم كيتعصب وكيغضب وكيبقى فيه الحال، لأنه كيشوف راسو حياته تدمرات ومشات، ولكن هذا ما كيمنعش أنه أقتل عمدا الأب ديالو. المهم من وراء هاد الإعترافات ديالو قدموه العدالة وتحكم عليه بالمؤبد. هنايا كتسالي الحلقة ديالي ديال اليوم، كنتمنى أنها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الإصغاء والمتابعة، وكنشكر جميع المتابعين الأوفياء. إلى وصلتي معايا لهاد المرحلة هذه كملتي الفيديو فأنت بطل، نتوما كاملين أبطال، ولكن اللي كمل معايا الفيديو حتى النهاية فهو بطل بامتياز. كنشكركم جميعا، دمتم أوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.